السلام عليكم متابعي عشاق الخياطه والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقه تفصيل وخياطه هذا الموديل هذا اللي شفتوا في الصوره. بالنسبه لهذا الموديل هذا شحال غادي تحتاجوا فيه ديال الثوب؟ غادي تحتاجوا فيه 3 متر ديال الثوب، لانك كتشوفوا فيه جوج قصات، قصه في الحزام وقصه في الركبه في الاسفل. وبالنسبه للنوع ديال الثوب، هذا النوع ديال الثوب هو الثوب الملاحف الخيط، يعني ممكن انكم تستعملوا نتوما اي ثوب، ممكن ديروا ثوب لون موحد، ماشي ضروري ثوب مزوق بحال كيف ما شفتوا في الصوره. اذا هنا في الفيديو البنات كي كتشوفونا عندي واحد الثوب هذا صغير، غنفصل لكم موديل متوسط، يعني ماشي صغير وماشي كبير بزاف. نتوما غادي ديروا نفس الطريقه هكا، يعني الا عجبتكم هذه الطريقه هذه غنقدر نفصل لكم بزاف ديال الموديلات، يعني ماشي حتى نكون باغا نفصل انا شي موديل عاد نصور لكم فيديو. هذه الطريقه هذه يعني سهله، كتجي في الفهم والشرح. غنصور لكم الفصاله على الثوب والخياطه كذلك. الا عجبتكم بقى ندير لكم فيديوهات، لان بزاف كيشيطوا ليا الطروف بحال هكا وما كنلقى ما ندير بهم. احسن انني نشرح لكم هكا موديلات اللي خارجين دابا موضه. كي قلت لكم بالنسبه للثوب غادي نحتاجوا 3 متر، غتكون عندنا هذه هي 3 متر، ها هي كتشوفوا، والعرض كيكون عندنا فيه متر ونصف، يعني دائما العرض ديال الثوب في الرولو كيكون متر ونصف، وغادي تقطعوا نتوما 3 متر. اذا غادي نجيو لهاد 3 متر بهذا الشكل هذا، وغادي نثنيوها. هذا هو العرض ديال الثوب، كنثنيوها بحال هكا وكتجينا طويله، داكشي علاش كنقولوا كنفصلوا على الطول. اذا غادي نثنيوها بهذا الشكل هذا، غادي تجيكم داك الحاشيه ديال الثوب هنايا، غادي نثنيوها بحال هكا على اثنان، ونعاودو نثنيوها على أربعة، ونخليو 6 سنتيم ديال الازرار. كيشتو الموديل فيه الازرار في الامام. غادي نقاد الثوب كيف ما كتشوفوا، من بعد ما ثني الثوب كنجيو كنحيد 6 سنتيم ديال الازرار. الناس اللي كيبغيو هاد القياسات صغار، يعني مثلا غير كنفترض كنقول مثلا هذه 6 سنتيم ديال الازرار، هنا درت غير 3 لانه غير موديل متوسط. وغادي نثني الثوب على 4 فهاد 3 سنتيم، ما غاديش نحسبها 3 سنتيم، عفوا 6 سنتيم ديال الازرار بحال هكا. غادي نخليوها وغادي نجيو ناخذ القياسات. هذا غيكون عندنا هو الظهر وهذا هو الامام. غادي نجيو غادي نحطوا القياسات. مثلا انا عندي 20 في الكتف بسنتيم ديال الخياطه، غادي نحطها وغادي ندخل ب 8 سنتيم ديال العنق. هذه قاعده ما كتغيرش. غادي ننزل من الكتف 3 سنتيم، وغادي نرسم الخط ديال الكتف. هانتوما كيف ما شفتوا، غادي ننزل بالطول ديال التركيز نفس العرض اللي درت في الكتف 20 سنتيم، نزيد عليه سنتيم سنتيم، وغادي ننزلو في الطول ديال التركيز. دائما انا التركيز كيعجبني نزيد سنتيم باش يجيني شويه مرخوف في اللبس. من هذه النقطه ديال التركيز غادي نوضع قياس الصدر. مثلا انا عندي في الربع ديال الصدر عندي 25 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 26. كل وحده توضع القياس اللي عندها. الناس اللي ما عندهمش البيستولي طريقه باش انكم ترسموا الدوره التركيز مقاده، كترسموا هذا الخط من هذه النقطه لهذه النقطه، ومن هنا كذلك لهذه النقطه هذه، وكتجيو من هنايا كديروا هذه التقريره هذه كيف ما شفتوا، كتخرج لكم الدوره ديال التركيز مقاده. هنا ما غندخلش ب 2 سنتيم حتى نفصلوا الظهر على الامام. غادي نجي اعلى نقطه في الكتف، وغادي ننزل بالطول ديال الحزام. طول الحزام غالبا تيكون عندي 40 41 زائد سنتيم الخياطه هي 42. غادي نحطها هنايا وغادي نوضع العرض ديال الحزام. العرض الحزام عندي 24 زائد سنتيم الخياطه هي 25. بغيتو ديروا الخيط المطاطي في الحزام، فانتوما كتزيدوا 4 سنتيم ديال الخيط المطاطي. هذا الموديل هذا فقط فيه كشكشه، ما فيش الخيط المطاطي. وغادي نرسم خط، وغادي نسلم بين النقطه ديال الصدر والنقطه ديال الحزام، وغادي نطلع من الجوانب ب 2 سنتيم باش ما يجيونيش الجوانب طايحه. شفتوا الطريقه جد سهله. غادي نجيو من هنا وغادي ننزلو ب 2 سنتيم العنق ديال الخلف،
والعنق الامام غادي ننزلو 8 او 10 سنتيم لانه فيه الازرار. بحال هكا صافي. دابا غادي ناخذ المقص وغادي نقطع. غادي نحيد الظهر دابا فصلنا، وغادي ندخل في العنق ديال الامام 10 سنتيم كيف ما ذكرنا. بهذا الشكل هذا. وهنا في التركيز غادي ندخلو ب 2 سنتيم ونعاودو نقادو الدوره ديال التركيز. اذا هنا كيف ما كتشوفوا الطول ديال الحزام محتاج لينا 42. هنا باش نخليو الثوب متني على 4 غادي نتنيو غير القياس اللي غادي يكفينا للاكمام. نعاودو نحلوه ونتنيو غير القياس اللي يكفينا للاكمام باش ما تضيعوش الثوب. بهذا الشكل هذا. وغادي نحط القياس نفس القياس اللي نزلت به في التركيز، اللي درت هنا في التركيز هو اللي غادي ندير هنايا في الكم. وغادي ننزل من هنا من الجهه المفتوحه ب 13 سنتيم، هذه قاعده. وغادي نحسب هذه المسافه هذه اللي من هذه النقطه لهذه النقطه شحال عندي، وغادي نقسمها على 2 ونعاود نقسمها على 4. الجهه العليا كنطلعوا بسنتيم والجهه السفليه كننزلوا بسنتيم وكنرسموا الدوره ديال الكم كيف ما كتشوفوا. صافي. من بعد غادي نحطوا الطول ديال الكم اللي عندنا. مثلا عندنا في الطول ديال الكم 58، غادي نزيدو 2 سنتيم على الطول ديال الكم هي 60، ونزيدو 2 سنتيم ديال العطفه زائد سنتيم ديال الخياطه، لان الكم اللي تيكون فيه الخيط المطاطي الا ما زدتوش شويه في الطول فاش كتلبسوه كيطلع ليكم. بالنسبه للعرض ديالكم غتاخذوا القياس ديال الدوره ديالكم اللي عندكم. مثلا انا عندي في الكم عندي مثلا 24، غادي نزيد عليها 5 سنتيم ديال الخيط المطاطي لان الموديل فيه الخيط المطاطي كيف ما كتشوفوا. صافي. وغادي نسيرو بخط بحال هكا. اذا هذا هو الكم ديالنا. دابا غادي ندوزو للتفصيل ديال التنوره. دابا التفصيل ديال التنوره غادي نقلبو نحلو الثوب ونطويوه على العرض. غتبقى لينا هنا مترين ديال الثوب. هنا احتاجينا 41 اولا 42 ديال طول الحزام، نزيدو عليها 60 هي متر. غتبقى لينا هنا مترين. مترين غادي نتنيوها على 4 بهذا الشكل هذا، على 2 ومن بعد على 4. غتبقى لكم هنا 50 سنتيم. 50 سنتيم غادي نجيو نجيبو القطعه ديال الظهر لان الامام فيها المرض، وغادي نحطو القياس ديال الحزام ونزيدو عليه 10 سنتيم فقط لان الكشكشه اللي في الحزام خفيفه ماشي بحال الكشكشه اللي في الفستان من الاسفل بحال هكا. غادي نحطو هذا مثلا، هذا هو الطول ديال الفستان. غادي ناخذ الطول ديال الفستان، مثلا عندنا مثلا طول الفستان مثلا 120 سنتيم، مثلا 20 سنتيم مثلا ديال داك غنحيدو الطول من الركبه للاسفل، وغادي نحيدو الطول ديال الحزام، والطول اللي بقى لينا هو اللي غادي نوضعوه في التنوره. غادي نوضعو الطول من الحزام للركبه وهنا في الركبه في العرض غادي نحطو فقط 40 سنتيم. هنا عندنا 50 سنتيم غنحطو
عفوا غادي نحطو 35 فقط في العرض ديال الركبه، ملي غادي نحطو 35 غتبقى لينا 15 سنتيم هي اللي غادي نزيدوها في القطعه السفليه ديال الكشكشه. هنا انا عندي التوب صغير، ولكن نتوما راه غتكون عندكم هنا 50 سنتيم في العرض. يعني غادي تبقاو ثانيين التوب بنفس الطريقه، وغادي يكون شايط لكم التوب من هنا 15 سنتيم هي اللي غادي تزيدوها في داك القطعه. صافي هنا عطاتنا التنوره ديال الامام والخلف. هنا القطعه السفليه غادي ناخذ الطول من الركبه للاسفل، شحال غادي نديرو في داك القطعه. وهنا غادي تبقى لينا 15 سنتيم زياده، يعني كان عندنا في العرض ديال التوب 50 سنتيم، حيدنا منها 35 وقطعنا وغتبقى لينا 15 سنتيم. هي العرض الفستان من الاسفل هو 50 سنتيم، وغادي تجينا داك 15 سنتيم غتعطينا كشكشه كثيره على عكس القصه ديال الفستان من الحزام. صافي غادي نرسم خط بهذا الشكل هذا، وغادي نقطع. بحال هكا صافي ساليت الفستان ديالي، هو هذا القطعه السفليه التنوره الامام والخلف والاكمام. دابا غادي ندوزو لطريقه الخياطه. بالنسبه للخياطه اول حاجه غادي ناخذ القطع ديال الامام وغادي نتنيو داك 6 سنتيم على 2 ديال المرض، كنتنيوها للداخل. اذا كنتم دوزين السرجي فما تحتاجوش تنيو داك نصف سنتيم، ما كانش عندكم السرجي من الداخل ضروري تنيو داك نصف سنتيم باش ما يتسلش لكم الثوب. هانتوما كيف ما كتشوفوا داك 6 سنتيم كتنيوها على 2. درناها نفس الطريقه للجهه الاخرى وحطينا وحده فوق وحده، وغادي نثبتوهم بالخياطه من الاسفل باش يجينا سهل الخياطه ديالهم مع التنوره، وكذلك الظهر مع الامام. هنا غادي ناخذ الظهر وغادي نحطوا الوجه على الوجه، وغادي نخيطوا الكتفين الطريقه العاديه. من بعد ما خيطنا الكتفين غادي نفتحوهم بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ الاكمام كنتنيوهم وكنحددوا المنتصف ديالهم، وكنجيبوا لكم داك المنتصف كنحطوه مع الخياطه ديال الكتف، وكنبداو الخياطه ديالكم كنخيطوا المنتصف الاول هكا باش كيجينا لكم متساوي، وما كي اذا كان شي تفاوت كيجينا في الجهتين مقاد، ما كتجيش جهه كبيره على جهه. دابا غادي نخيطوا نقلبوا نخيطوا النصف الثاني ديال الظهر. نفس الطريقه غادي نديروا لكم الاخر باش ما نطولش عليكم الفيديو. دابا غادي ندوزو للتنوره غادي نديروا ليهم الكشكشه. هنا انا غادي ندير داك الطريقه ديال داك الابره كتجي ساهله. هنا الا بغيتو تجيكم كشكشه خفيفه بهذه الطريقه هذه كتصغروا الغرزه. مثلا انا هنا درتها في 3 جاتني الكشكشه يعني على القياس. نتوما الا بغيتو تجيكم الكشكشه كثيره ديك الساعه كتكبروا الغرزه ل5. هنا حطيت الظهر مع عفوا الامام مع القطعه ديال الامام، وغادي نخيطها على بعد سنتيم. نفس الطريقه غادي نديرو حتى للظهر كذلك نركبوا له القطعه ديالو. بعد ما ركبناهم غادي ندوزو لداك القطعه اللي كتجي من الركبه للاسفل. هنا داك القطعه زايدين فيها 15 سنتيم، داكشي علاش جاتني فيها الكشكشه كثيره على عكس القطعه الفوقانيه زدنا فيها غير 10 سنتيم ديال الكشكشه. صافي دابا غادي نخيطهم، كنحط القطعه ديال الامام مع القطعه ديال الامام والقطعه ديال الخلف مع القطعه ديال الخلف، وكنخيطوا على بعد سنتيم. صافي من بعد ما كنخيطوهم غادي نجمعوا البياسه كنقلبوها بحال هكا الوجه على الوجه،
وكنجيو لداك القصات اللي عندنا في الركبه وفي الحزام، كنثبتوهم بحال هكا بواحد هاد المقبطات او لا بالدبابيس، باش ما تجيكمش داك الخياطه متفوته. الا جاتكم متفوته كيبان عيب في الخياطه، وكيجيكم مثلا الجلاين من تحت جهه طويله على جهه، قادوهم بحال هكا والتركيز كذلك. صافي، من بعد خيطوا الكم والجوانب. وطبيعة الحال باش تكون البياسه نقيه كتكونوا مدوزين السرجي. وكيف ما كتشوفوا البنات، كان هذا هو الموديل ديال اليوم. كيف ما شفتوا الطريقه ديال التفصيل ديالو ولا الخياطه، جد سهله. كيجي بحال هكا، هنا كديروا هاد القطعه الفوقانيه لفوق تحت الازرار، وهاد القطعه السفليه كيكونوا فيها الازرار، كيجيو بحال هكا. بالنسبه للتشطيب ديال العنق مع المرد نخلي لكم في اول تعليق، سبق لي درت هذا الفيديو هذا. والطريقه ديال الاكمام كتني 2 سنتيم ديال الخياطه، ومن بعد كتدخلوا فيها الخيط المطاطي وكتجي مجموعه من هنايا. وكديروا العطفه ديال الفستان 2 سنتيم، كتزيدوها بطبيعه الحال في الفصاله. صافي، كيجي بحال هكا الشكل ديالو. ممكن ديروا حزيم، وإلا ما بغيتوش كتخليوه بهذا الشكل هذا، كيتلبس سبور كيف ما شفتوا في الصوره. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الطريقه ديال اليوم، ما تنساوش تخليو ليها في التعليق، وما تنساوش كذلك تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعموا الفائده، وما تنساوش تخليو ليا التعليقات ديالكم وليجيم ديالكم باش تشجعوني دائما نقدم لكم المزيد. كنبغيكم بزاف بزاف. في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.